السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متابعي قناة التعليم الابتدائي والأساسي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. أرحب بكم، أقدم لكم مجموعة اختبارات من اختبارات السنة الرابعة ابتدائي حسب مناهج الجيل الثاني، الفترة الثانية والفترة الثالثة. مع النص الأول للإجابة، دائما في اللغة العربية اختبارات اللغة العربية أقرأ النص جيدا مرة مرتين ثلاث مرات حتى أفهم حول ماذا يتحدث. أسئلة الفهم لها 3 نقاط، والتعبير الوضعية الإدماجية لها 4 نقاط، يعني تتحصل على نقطتين من الوضعية الإدماجية أو نقطتين من أسئلة الفهم و3 نقاط من الوضعية الإدماجية، حصلت على نصف العلامة. يبقى لك أسئلة لغة تدي منهم نقطتين أو نقطة ونصف، تدي علامة جيدة، تتحصل على علامة جيدة في اللغة العربية. لهذا أنصحكم، رأيت جل التلاميذ يركز على اللغة، على الإعراب، على التحويل، على التصريف، ولا يهتم ربما ولا يبالي بأسئلة الفهم وبالوضعية الإدماجية. لهذا أنصحكم بالاهتمام أكثر بأسئلة الفهم وبالوضعية الإدماجية، لأنها هي اللي لها أكبر علامة. النص الأول: قدم الربيع فابتهجت بقدومه الطبيعة، واكتست حللا جميلة، وانطلقت في الأجواء الفسيحة مرحة كأنها تعبر بزقزقتها عن مسرتها واحتفالها بعودة الربيع، وتطاير الفراش الجميل بألوانه الفتانة حول الأزهار ليمتص رحيقها امتصاصا، وتمددت الأنعام على المروج الخضراء تحت أشعة الشمس الدافئة تشتر، وقد طاب لها المأكل من مختلف الأعشاب. كان هذا النص، ودائما أقرأ النص على الأقل 4 مرات قبل أن أنتقل للإجابة على أسئلة الفهم. أفهم النص، هات عنوانا مناسبا للنص. حول ماذا يتحدث هذا النص؟ طبعا يتحدث عن أدوم فصل الخريف، الربيع عفوا، أتعاون نقول الربيع، عنوان مناسب للنص هو الربيع أو فصل الربيع. اشرح المفردتين التاليتين ثم وظف كل منهما في جملة مفيدة. ابتهجت، عندنا في النص فابتهجت بقدومه الطبيعة، ابتهجت ما معنى ابتهجت؟ فرحت، سرت بقدومه الطبيعة وفرحت بقدومه الطبيعة. الفتانة، الفتانة نبحث عنها في النص بألوانه الفتانة، الفتانة معناها الساحرة، الساحرة أو الفتانة. هات ضد الكلمات الآتية: قدم، قدم ضدها ذهب، ولا، قول قدم ضدها ولا، راح ذهب، انطلقت ضدها توقفت، انطلقت ضدها توقفت. أسئلة لغة: أعرب ما تحته خط في النص، ضع الكلمات التي تحتها خط في النص. حللا جميلة، لاحظوا اكتست حللا، اكتست فعل ماض مبني على الفتح والتأنيث الساكنة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، حللا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، جميلة لاحظوا حللا مفرد، جميلة مفرد، حللا مؤنث، جميلة مؤنث، نكرة نكرة، مفتوحة مفتوحة. إذن هذه صفة، جميلة صفة مفتوحة وعلامة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. الكلمة الثانية الأعشابي، الأعشابي هذا العام ما قريناش، المضاف إليه هو اسم معرفة يأتي بعد اسم النكرة ليعرفه، يكون دائما مجرورا. الأعشابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. استعن بالنص لملء الجدول. فاعل حال مفعول مطلق مضاف إليه، فاعل قدم الربيع وعدنا فاعل. الكلمة الثانية حال الطبيعة اكتست حللا جميلة وانطلقت في الأجواء الفسيحة مرحة، كيف انطلقت في الأجواء الفسيحة؟ الطيور هذه مرحة، مفعول مطلق، مفعول مطلق هو يكون من لفظ أقرب فعل، هو يكون مفعول أو كلمة تكون من لفظ أقرب فعل، نشتقها من لفظ أقرب فعل، امتصاصا ليمتص رحيقها امتصاص، امتصاصا مفعول مطلق.
مضاف إليه سبق وأن قمنا بإعرابه الأعشابي. نبحث على مضاف إليه آخر، قدم الربيع فابتهجت بقدوم الطبيعة وانطلقت في الأجواء الفسيحة مرحة تعبر بزقزقتها عن مسرتها واحتفالها بعودة الربيع. عودة ماذا؟ عودة الربيع، الربيع مضاف إليه. شكل الجملة الآتية: تطاير الفراش حول الأزهار. تطاير الفراش حول الأزهار. صرف الفعل انطلق في الماضي مع الضمائر هي، نحن، هم، أنتن. مع الضمائر هي، نحن، هم، هي انطلقت، نحن انطلقنا، هم انطلقوا، الواو وألف الفارقة، هم انطلقوا، أنتن انطلقتن. أنتج كتابيا: قمت بنزهة إلى إحدى المدن مع أفراد عائلتك في يوم من أيام الربيع. تحدث عن هذه النزهة موظفا الفعل الماضي والمضارع وكان أو إحدى أخواتها. سبق وأن وضعت تعبيرا حول الربيع، سأترك رابطه في صندوق الوصف. انتقل إلى الموضوع الثاني، النص الثاني: لم تكن حماية البيئة يوما حكرا على طرف دون آخر، فالكل معني بها. فكوكبنا اليوم أصبح مهددا بخطر حقيقي يمكن أن يجعل الحياة عليه تتوقف بسبب التلوث الكبير الذي ينتج عن الحرائق والمواد السامة المنبعثة من المصانع، والتي تعود على البشر بأمراض مختلفة أهمها الربو والسرطان. لكن البشر اليوم أدركوا الخطر الذي وضعوه في طريقهم، فترى الجميع ينادي بضرورة حماية البيئة وخفض مستوى الانبعاثات السامة لأنها المصدر الأول للخطر. بات عالمنا اليوم مهددا، لذا يجب علينا أن نحافظ عليه ونجعله نصب أعيننا، فسلامته من سلامتنا وبقاؤه يظل غايتنا جميع. أفهم النص: هات عنوان مناسب للنص. هنا يا حماية البيئة أو التلوث. ما هي أسباب التلوث التي ذكرت في النص؟ أسباب التلوث، نرجع للنص نقرأها مليح: الحرائق، انبعاث المواد السامة من المصانع. هذا هو سببي التلوث التي ذكرت، أو أسباب التلوث الذي ذكرت في النص. استخدم النص مرادف كلمة هدفنا وضد كلمة جهل. هدفنا لم تكن حماية البيئة يوما حكرا على طرف دون آخر، فالكل معني بها، فالكوكبنا اليوم أصبح مهددا بخطر حقيقي يمكن أن يجعل الحياة عليه تتوقف بسبب التلوث الكبير الذي ينتج عن الحرائق والمواد السامة المنبعثة من المصانع، والتي تعود على البشر بأمراض مختلفة أهمها الربو والسرطان. لكن البشر اليوم أدركوا الخطر الذي وضعوه في طريقهم، فترى الجميع ينادي بضرورة حماية البيئة وخفض مستوى الانبعاثات السامة لأنها المصدر الأول للخطر. بات عالمنا اليوم مهددا، لذا يجب علينا أن نحافظ عليه ونجعله نصب أعيننا، فسلامته من سلامتنا وبقاؤه يظل غايتنا جميع. هدفنا غايتنا. ضد كلمة جهل: لكن البشر اليوم أدركوا الخطر الذي هم فيه. ننتقل إلى أسئلة اللغة: أعرب كلمتين مسطر تحتهما في النص. عدنا الكلمة الأولى: فكوكبنا اليوم. اليوم نتحدث عن زمان، فكوكبنا اليوم نتحدث عن زمان. إذن ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصبح مهددا. أصبح هذا فعل ماض ناقص، الخبر الاسم أصبح هو أصبح كوكبنا. كوكبنا هنا هي الاسم تاع أصبح. مهددا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. املأ الجدول التالي معتمدا على النص: اسم موصول. نبحث عن اسم موصول. نعلم جميعا أسماء الموصولة هي الذي، التي، التي. ها هو اسم موصول التي نكتبه هنا.
فعل مضارع مجزوم، نعرف فعل مضارع مجزوم هو الذي سبق بأحد أدوات الجزم، لم، لا، الناهية، لما، ولام الأمر. هذه هي أدوات جزم الفعل المضارع. نبحث عن فعل مضارع مجزوم في النص. فعل مضارع منصوب، النص مليء بالأفعال المضارعة المنصوبة. نحافظ، حول العبارة التالية إلى المفرد المخاطب. علينا أن نحافظ عليه ونجعله نصب أعيننا. المفرد المخاطب هو أنت، عليك أن تحافظ عليه وتجعله نصب عينيك. الإنتاج الكتابي، رأيت زميلا لك يرمي النفايات باستمرار في أماكن غير مخصصة لها، ما جعل المحيط ملوثا. تخيل حوارا دار بينكما، حاولت أن تبرز أضرار النفايات على البيئة والفرد، أو حاولت خلاله طبعا أن تبرز أضرار النفايات على البيئة والفرد موظفا فعل مضارع مجزوم وآخر منصوب. كان هذا نموذج اختبارين للسنة الرابعة ابتدائي في اللغة العربية مع حلولهما. طبعا سننشر المزيد من اختبارات السنة الرابعة والخامسة ابتدائي، فقط تابعونا على قناة تفاءل وقناة التعليم الابتدائي والأساسي. دمتم في أمان الله.